هم اللي ضربوا بعض. هم اللي مرمين هناك، ضربوا بعض، موتوا بعض مع انهم اخوات. بس على ليله الاصل، الاعلام المصري يا عمرو اديب حصل مؤخرا على الجنسيه السعوديه. عايز اقول لحضراتكم خبر انه مؤخرا ومن فتره تم منحي الجنسيه السعودية. وأنت كان لك تغريدة أو تويتة تعلق فيها على تصريح معالي المستشار تركي آل الشيخ حينما وصف عمرو أديب بأنه جزء من نجاحه وتاريخه عبارة عن صناعة سعودية، وجيت أنت تكلمت وقلت أنه كلام الأستاذ تركي وده راجل مجتهد جدا كلام سليم وصحيح. الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وجنسية سعودية. الفلوس بتاعه أكتر من كده، من هلا الفلوس؟ والله المستشار تركي آل الشيخ اتكلم قال الحقيقة. عمرو أديب اتخرج من كلية الإعلام، لم يعمل في أي مؤسسة مصرية. هذه نقطة برضو مهمة، لا ترخصوا الناس، لا تحسوا الناس أنهم سلعة تنشر وتنباع. 80% يتكلمون عنك، صح؟ صح. طب أبغى أسأل وأقولها الآن على الملأ، عمرو أديب أنت مجتهد، مذيع متفوق، رائع، ناجح، شاطر، لكن جزء من نجاحك وجزء من تاريخك صناعة سعودية. عمرو أديب ليس ابن الإعلام المصري، هو ابن الإعلام السعودي. حاول ولا اضرب كف بكف، حاول ولا قوة إلا بالله. فلما الـ 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 الأستاذ تركي آل الشيخ يقول هذا الكلام فهو راجل قال الحقيقة. اللجان بقى والناس قاعدة عمالة تهاجم وتعمل الله. يعني خدوا بالكم في كلام كتير قوي اليومين دول حول عمرو، وكلام شخصي والجنسيات وحصوله على جنسيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا اتعلمت في حياتي كده، اللي بيقرب من البلد دي انا هاكله صاحي، لو اخويا هاكله صح. ده احنا داخلين بقى تقطيع وتلويش وظهرنا اتسند، احنا بعون الله ظهرنا مسنود بان احنا مصريين، وبانه مفيش على روسنا لا بطحات ولا خرابيش ولا خربوش واحد ولا واحد. وعايز اقول لحضراتكم ودي معلومه كلكم عارفينها، انا 30 سنة من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية. أغلب عمري بشتغل في محطات سعودية. كم اشتغلت في أوربت؟ 15 سنة 14 سنة. وهي البدايات صح؟ واللي عرفت الناس فيك. أيوه بالظبط. طبعا عشان عمرو أبوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك، ما يهمش الكوسة. لا مش عشان الكوسة يا صالح. عمرو أديب اللي أنا ما بكلموش أصلا لأنه هاجمني في فترة من الفترات بدون أسباب، يعني كان متقال له يهاجمني فهاجمني، ولا الولية القصيرة اللي متجوز اللي جوزها الاصلع ها؟ ما المستشار مرتضى منصور كتب المذكرة، وانا عارف ان لقرع شتم، قلت انا قاعد انا وهاب العمر بقى لقرع يشتم مرتضى منصور. بس بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. واخد بال حضرتك؟ فانا ما بكلموش، ولكن انا بقول الحقيقة. انا مش هسكت. معلش. انا مش هسكت. معلش. من الذي صنع امر عمرو اديب؟ الاعلام السعودي، سواء كان اعلام قطاع خاص او اعلام عام. فانت صناعه، جزء من الصناعه السعوديه، وبالتاكيد وبالتاكيد راح تغطي اشياء تهمنا. ليش تغطي اشياء تهمنا؟ انت اول شيء تشتغل في مؤسسه ايش؟ سعوديه. عشان كده انت بتغطي هذا الموضوع. من الذي جعل شخص مذيع الناس بتتفرج عليه اسمه عمرو اديب هي المملكه العربيه السعوديه؟ عندما يقول الاخ تركي آل الشيخ هذا الكلام فهو قد اصاب. يا باشا انت صحيح تغيب بس قلبك طيب.